الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن بناخذ مثال بسيط على برنامج البي ال سي، تمام؟ البرمجة في الدبليو التكييف. طبعا بنخش برنامج ستيب 7، بعد كذا حجينا هذه الشاشة، حنروح عند فايل، تمام؟ بعد كذا حنقول له نيو أول خيار، بعد كذا تجينا هذه الصفحات نضغط اكزيت، بعد كذا نروح عند او بي 1 دبل كليك، تفتح معانا هذه الشاشة. إذا فتحت معانا هذه الشاشة نروح عند الفيو من شريط المهام العلوي، بعد كذا نضغط لاد، بعد كذا فك معانا هنا شريط مهام، في عندنا بيت لوجيك هذا الخيار نضغط عليه، بعد كذا بعد ما ضغطنا عليه فك معايا الدخول والخروج لل يعني الرموز. طبعا عندنا هنا شوف، اول ما تحط السهم على اي شكل حيطلع معاك ترجمته. هنا عندنا النورمال كلوز، هنا النورمال اوبن النقطه المفتوحه، بعدين الرابعه عندنا هنا الكويل. طيب احنا الان بنخلي نقطتين مفتوحه وخروج. الان نضغط على هذا الخط لين يتفعل معانا، نرجع هنا للبيت لوجيك ونضغط دبل كليك للنقطه المفتوحه نورمال اوبن، وكمان نضغط عليها، وبعدين نروح للرابعه ونضغط يعني نقطة الخروج. طيب بعد كذا نيجي عند السهم هذا، نضغط عليه ونكتب I 124، الآي دلالة إن. طيب بعدين بوينت زيرو، حنبدأ هنا الرقم الثابت 124 مع البوينت، بعدين حنبدأ من 0 1 2 3. النقطة الثانية برضو مفتوحة أو دخول I 124.1، وإذا كان عندنا نقطة ثالثة I 124.2 إلى آخره. طيب خلاص هذه نقطة الخروج، حتى نشوف هنا فيها هي زي الشرطة Q 124.0، تمام. الآن بعد ما حطيت هذه هنا عندي في هذا الشريط، نبدأ نشغل البي ال سي. بعد كذا نروح عند الفايل، تمام، شريط المهام، وبعدين نقول له كونكت اونلاين، تمام، عشان يتصل اونلاين مع جهاز البي ال سي. ننتظر عليه شويه لين يجينا هنا علامه الرن. الان اتصل معنا. الان بننقل هذه الداتا للبي ال سي، نروح برضو فايل ونروح ابلود داونلود عفوا تو سي بي يو. الان نضغط عند هذا الخيار الاو بي 1، بعدين نقول له ابلود. الان نجي نقول له يس. الان تفعل معنا، تمام. الان نروح عند تيست، نبي نشوف نختبره. لا تيست ايوه. بعدين نضغط على مونيتور، شوف الان بيتحمل معنا. نصبر عليه شوية، نرجع تست. ارجع داونلود. المهم الين نوصل التست هنا امورنا طيبة وخلاص، تقدر تختبر هذا بالدخول والخروج. لكن برضو خلينا نشوف هنا. خلاص تفعل معانا الان الخط بالاخضر من تيست مونيتور، فعل معانا الخط بالاخضر. الان رحنا بي ال سي، وهذه الاولى وهذه الثانيه. شوف الكهرباء الان متوصله هنا، خلينا نفترض انها كهرباء. اللي لونها احمر متقطع ما جاتها كهرباء. شوف ورجعنا كذا سوينا، شوف فعل معانا النقطه الاولى، جاتها كهرباء لين النقطه الثانيه ومين متفعله. شوف الآن تفعلت والأمور كلها طيبة ودمتم بخير.